رشا ظافر الليل تقول: أنا أهتم بنظافة الشخصية ونظافة المنطقة التناسلية، ودائما أستخدم المطهرات والصابون والبودرة المخصصة للمناطق الحساسة. ولي فترة من أسبوعين أعاني من حكة شديدة وإحمرار لدرجة مو عارفة أجلس، ويبدأ الحرقان ليلا ويخف في فترة النهار. أنا محرجة للذهاب للطبيب، عمري 36 سنة وغير متزوجة، ماذا أفعل يا دكتورة؟ والله هذا واضح أنه الهبت مالتها مو كلش صحيح. هي تمام مهتمة بالنظافة، بس الاهتمام بهذا الشكل مش صحيح. احنا قلنا المطهرات ما نستعملها، خاصة هي تستعملها بصورة دائمية، كلش غلط. شكو جراثيم صديقة تعيش بالمنطقة التناسلية تموت. هو يعني سبحان الله، منطقة التناسلية موجودة بين المبولة والشرج، منطقتين هما مصادر الجراثيم العادية، يعني مو الزهرية العادية. فهذه الجراثيم العادية بالمقابل هكو جراثيم صديقة تعيش حول المنطقة التناسلية دفاعا عنها. فإذا استعملنا المطهرات بالعادة أول شيء تسوي تقتل هذه الجراثيم الصديقة اللي تسوي المناعة الطبيعية للمنطقة، وتغير الـ pH مال المنطقة، وبالتالي الجراثيم الموجودة بالخروج والبول يسيطرون ويؤذون ويسوون هذه الحالة. بعدين الباودر احنا نهائيا ما ننصح باستعمالها، حتى هكو من يعتقد انه هذا الباودر ممكن يصير مثل حجيرات وتسكر الانابيب، حتى هيجي نظرية هم هكو. فالباودر ما مفروض يستعمل بهاي المنطقة. والناس بالتجارة العالمية كثير يمدحون المطهرات، وكثير يمدحون انواع الباودر وانواع الاشياء المعطرة، كلها تجارة. هالمنطقة ما تحتاج غير مي خالي بعد البراس بعد التبول، ومرة واحدة باليوم بالصابون، عسى يكون صابون الأطفال بعد أحسن، أخف صابون، وتشطف نظيف بالمي من الصابون ومن كل شيء، بس بالمي. يعني بعد البول تشطيف مضبوط بالمي، بعد البراس تشطيف مضبوط بالمي، بعد الصابون تشطفون مضبوط بالمي، وتنشفون المنطقة، وتلبسون قطن 100% وملابس قطنية بالصيف الحار اللي عندنا، خلي المنطقة تتهوى. بعدين هاي الاحتكاك والاحمرار اللي صاير عندك، إذا هكو حكة حول المخرج بالليل يزيد وبالنهار يروح، ممكن يكون من الديدان. فهكو حكة خاصة تجي بالليل زيادة عن اللزوم حول المنطقة الشرج فقط، ومن أول ما يطلع النهار تخف وتروح. هذه بريسايسلي من بعض الديدان انتروبيس فيرميكولاريس، الأنثى تطلع بالليل تبيض وتسوي المنطقة كلش، يعني تحك المنطقة وتأذي المنطقة. فهذه يحتاج لها مال دود، تشربين حبة واحدة كلها تروح. والمنطقة الحمراء همينة لازم يأخذون منها مسحة، لازم تروحين تشوفين طبيبة، يعني رجبا بالغيب أي نوع من العلاج غير صحيح. فيمكن تحتاجين شوية أدوية بسيطة، على الأكثر هذه التهابات بسيطة جدا من جراثيم عادية، لأنكو إحنا التهابات هاي المنطقة زهرية وغير زهرية. فبالعذراء الغير متزوجة التهابات دائما جدا بسيطة، فراجعي طبيبة وبيوم يومين 48 ساعة طبيبين. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب، ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.